جدا باش ما نكونوش اليوم في المستشفيات وكندوزو التدارب ديالنا وكنخدمو الخدمة ديالنا كما هي. احنا اليوم مرة اخرى خرجنا الشارع كما كنخرجو 15 عام هادي. واش هاد القصة ما باغاش تسالي؟ واش الممرض في هاد البلاد كتب له ان يحتج الى ما لا نهاية؟ العالم كامل يعتبر هاد الممرضين وتقني الصحة هي ثروة بيضاء وجيشا ابيضا. ولعل الجائحة ابرز مثال على الدور الجوهري والاساسي ديال هاد الفئة هادي. علاش يا رئيس الحكومة وعلاش يا وزير الصحة مصرين انكم تفرضوا علينا واقع اللي خلينا نخرجوا هاد الخرج هاد هاد الاحتجاجات باش ما تتواجهوا مع ناس بحالنا بحالهم؟ نؤمن مستشفياتهم ويؤمنون شوارعنا وكنجيو نتواجهوا هنا. واش ما كاينش في الحكومة وفي وزارة الصحة عقلاء اللي خليو الملف المطلبي ديال هاد الفئة هادي تحقق مطالب بسيطة؟ مطالب بسيطة جدا نحتجوا عليها سنوات وسنوات. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيل مخطط تعاون في قطاع الصحة لا سيما المادة 19 من قانون 0922، زيد إلى ذلك غياب إنصاف الممرضين وتقني الصحة ولا اختلافات بين الصحة واضح وأننا ندعم النقابة المستقلة نظرا للمواقف التاريخية التي قدمتها، زيد إلى ذلك وقف تنسيقية وطنية نناضل على ملك مطلوب عادل ومشروع يتكون من مطالب على رأسها الرقم التام لجميع أشكال التعاقد في قطاع الصحة نظرا لفشل هذا المخطط في قطاع التعليم، زيد إلى ذلك نطالب بالتعويض عن التدريب الاستشفائية بالنسبة للطلبة باعتبار هذه الفئة تسجل خصائص وتقدم خدمات صحية داخل المستشفيات بدون أي تحفيز مادي ولا معنوي. زيد إلى ذلك نطالب بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقني الصحة تصنف الكفاءات والمهن الإنصاف والتعويض على الأخصام المهنية بالنسبة للمزاولين. قطاع الصحة توجد فئوية مقيتة صراحة وأن وجود لوبي طبي يقدس بأعلى حساب أخرى. شكرا. الخرجة ديال اليوم هي خرجة وطنية؟ نعم، إنزال وطني في حضور مختلف المواقع من شمال وجنوب وشرق المغرب صوب مدينة الرباط باعتبارها عاصمة المغرب ومقر تواجد وزارة الصحة والبرلمان. الرابط التام لجميع أشكال التعاقد، التعويض على التدريب الاستشفائية بالنسبة للطلبة، الإنصاف التعويض على الأخطاء المهنية بالنسبة للمزاولين، إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنية الصحة، إخراج مصنف الكفاءات، إخراج الماستر المتخصص. وشكرا.